الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري لم يكن يوما جيشا معتديا أو غازيا لأراض غيره، لكن مهمته الوحيدة هي حماية مصر والمصريين، مشيرا إلى أنه لم تتم إصابة مواقع مدنية في ليبيا خلال الضربة الجوية. جاء ذلك خلال تفقده بمرافقة وزير الدفاع الفريق أول صدق صبحي إحدى القواعد الجوية بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، وناقش السيسي عددا من الطيارين للاطمئنان على الحالة الأمنية على الحدود ومدى استعداد وجاهزية رجال القوات المسلحة. بس المهم تعرفوا ان احنا ما بنعتديش على حد. الجيش المصري عمره ما كان جيش معتدي ولا جيش غازي لاراضي غيره مهما كانت قوته. هو الجيش ده بس عشان يحمي مصر والمصريين، مش كده؟ اذا تطلب الامر حمايه حد تاني احنا بفضل الله قادرين على حمايته. انا عارف ولسه هنجهز اكتر ان شاء الله. ولسه ايه؟ احنا جاهزين. وايه؟ هنجهز اكتر. وينضم إلينا هاتفيا اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي والعسكري. سيادة اللواء أهلا بحضرتك، ويعني عايزين نتعرف من سيادتك على أهمية زيارة السيسي للمنطقة العسكرية الغربية وأيضا الرسالة التي أراد توجيهها. تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي الصفة الأهم في هذه الزيارة، للاطمئنان على الحالة القتالية ورفع الروح المعنوية والتأكد من درجة الاستعداد القتالي على اتجاه بات مهما جدا جدا، اتجاه الغربي. كذلك رفع الروح المعنوية للضباط والجنود والاطمئنان على عمل مراكز القيادة، ودي نقطة مهمة جدا جدا ان يكون عندنا قائد ذو خلفية عسكرية او رئيس ذو خلفية عسكرية، بتحل مشاكل كتير خاصة ظل تعرض مصر لمثل هذه التهديدات. الزيارة أيضا بتؤكد قدرة القائد الأعلى على استقراء التهديدات وطمأنة جمهور الشعب المصري على أن قواته المسلحة على درجة عالية جدا جدا، وعلى ارتباط وتوافق و تلاحم مع شعبها ومع قيادتها السياسية. دي نقاط مهمة جدا جدا، يعني تعكس حالة من الصلابة والوفاق الوطني والإرادة الوطنية في ظل هذه الظروف التي باتت معقدة في هذا الوقت. هذا بالإضافة إلى أن الرئيس بوجوده في هذه المناطق، أعتقد دي رسالة لكل تهديد سواء حدودي او غير حدودي، عشان يراجع حساباته ان مصر كتلة واحدة، قائد اعلى وقواته المسلحة وشعبه، وبالتالي هنا اذا كان عندهم يعني اي نوع من التخطيط لاختراق في هذه الجبهات اعتقد سيحبط جدا جدا، لان ما من احد وقف امام ارادة امة الا وفشل، وما فيش ارهاب انتصر على دولة. ومصر بمرور الرئيس بهذا الأسلوب وتواجده في هذه التجمعات القتالية بيعبر على أن مصر دولة لها جيش وجيش قوي، وهذا الجيش يحمي ولا يعتدي على أحد. شكرا لك سيد اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي والعسكري.